بكل شارع وبكل ضيعة، في بيوت عتيقة بتخبي بين حيطانها قصص وحكايات، شي حلو شي مر، شي بيفرح وشي بيحزن. بعضها تهدم وتخرب وهجروا أهليها، وبعضها تصلح وترمم وبقيوا فيها أهليها. كل بيت له حكاية، وبكل زاوية في ذكرى وخبرية، ورا كل عمود وسقف وأرميد وشبابيك ملونة في إيدين عمرت بحب وذوق وعطيت الرونق التراثي للبنان الحلو، وصارت الحجار تحكي. بعلبك مدينة الشمس وإحدى المواقع اللبنانية الخمس المدرجة على لائحة التراث العالمي. قلعتها وهيكلها وأعمدتها الرومانية جعلتها قبلة السياحة بلبنان، وجذبت مئات آلاف من السواح من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى خبراء الأثار والمنقبين عن تاريخ العالم القديم. من هون اجت فكرة إنشاء فندق ليستقبل كل هالزوار، وهيك اتعمر أوتيل بالميرا عام 1874، ومن وقتها ما سكر بوابه ولا يوم، وصار معلم تراثي جديد ببعلبك مخبي بين حجاره قصص وحكايات رح نكتشفها سوا اليوم. مش بالصدفة تعمر أوتيل بالميرا ببعلبك. من 174 سنة خطرت على بال التاجر اليوناني بالقسطنطينية باريكلي ميميكاكس خلال مروره ببعلبك بطريقه للحج بالقدس فكرة إنشاء مكان بتنزل فيه القوافل يلي كانت تمر ببعلبك ليقدروا يشوفوا أثاره، وللمستشرقين يلي كانوا يسمعوا عن هالمدينة التاريخية وحابين يزوروها بس ما كان في محل يبيتوا فيه. وهيك انبنى أول فندق ببعلبك على مساحة ما بتتجاوز 200 متر مربع، وسمي صاحبه بالميرا نسبة إلى التمثال النصفي للملكة زنوبيا يلي جابوا معه، وبعده لهلأ بيتصدر القاعة الرئيسية بالأوتيل. فندق بالميرا مبنى تراثي من الحجر بيتألف من طبقين، انبنى على أسلوب العمارة للبيوت البرجوازية بهيديك الأيام، محاط بسور من الأعمدة الدائرية والأضبان الحديدية، بتحضن حديقة واسعة مزروعة بعدد من الأشجار المعمرة، وبتتوزع فيها قطع أثرية عديدة من تيجان أعمدة وتماثيل نصفية من الحقب الرومانية، وبتتوسطها بركة ونافورة مي من الحجر. المدخل الرئيسي بيقوم على ثلاث أناطر بترتكز على أعمدة من الحجر مزخرفة ومنقوشة. من شبابيكه وأباجوراته الخضر وشرفاته بيطل على القلعة الرومانية والموقع الأثري، والإطار التاريخي اللي موجود فيه حول الإقامة فيه إلى رحلة عبر الزمن. مر أوتيل بالميرا بعدة مراحل إعمارية كان بيتألف بالأول من طابق واحد، وعرضوا مؤسس اليوناني للبيع بالمزاد العلني ليوفي ديونه. وبعد وفاته بالحرب العالمية الأولى اشتراه خبير الأثار مخايل ألوف ب1400 عسملية ذهب، ورمموا وعمر طابق تاني ووسعوا حتى صار يتألف من 27 غرفة وصالة كبيرة ومدخل ومطعم. اتوالى على أوتيل بالميرا ثلاث أجيال من عائلة ألوف، وبقي معهم حتى العام 1975 لما اندلعت الحرب وتوقفت مهرجانات بعلبك الدولية فهجروا. صحيح ما سكر الأوتيل بوابه، لكن ما نزل فيه حدا على مدى 10 سنين،
بالعام 1985 اشترت شركة بعلبك للإنماء السياحي لصاحبها علي حسين الحسيني. لكن الحروب المتتالية بلبنان وسوريا تركت أثارة وجروحة عليه. شو هي الصعوبات يلي عم بيواجهها أوتيل بالميرا؟ وهل بالإمكان تخطيها أم هو مهدد بالإقفال؟ لما بتحكي عن أوتيل بالميرا ما بتكوني عم تذكري أوتيل بالتعريف عن شو هو الفندق أو شو هو الأوتيل. بتحكي عن بالميرا أو لما بتذكري بالميرا بتكوني عم تذكري بعلبك، بتذكري ذكرى بعلبك، تاريخ بعلبك، الأشخاص اللي مروا بعلبك. بقى بيصير بعلبك وبالميرا كأنهم اسم واحد، متجانسين مع بعض، تاريخهم مع بعض، متعلقين ببعض بشكل ما. مشان هيك كان أهمية المحافظة على هيدا الأوتيل يلي هو صرح. إذا بدك توصفي مثل ما أنت جاي اليوم تحكي عن الحجار يلي بتحكي، هو لما بتدخلي على الأوتيل بتسمعي صوت غريب، هو صوت تاريخ. كل يلي مروا تركوا أثر ما على هدول الحيطان. يعني قد ما عم نجرب نحسن بهالأوتيل أمرار أنا بنبسط لما يفوت واحد يقول لي بعده ما مدقور من وقتها، لأنه ما فيك ترممي هالأوتيل بسرعة وتمحي أثار السنين يلي مرت عليه أو القرون صرنا يلي مرت عليه. بقى بالميرا هو الحجار يلي بتحكي. أنا لما بحكي عن بالميرا مثل ما بتشوفي بيكون في هيك فرح دايماً بعيوني، لأنه بتلاقي أمل، إنه لأنه التاريخ ما فيك تمحيه، والتاريخ هو يعني والمستقبل امتداد للتاريخ. يعني مشان هيك الإصرار على إبقاء أبوابه مفتوحة بالرغم من كل الصعوبات. في صعوبات الأحداث اللي مرت على لبنان مروراً بالحرب اللبنانية، لأنه مهرجانات بعلبك عملت من بعلبك مدينة سياحية، هو محطة مقصودة من جميع الناس ومرتبطة بثقافة عالمية يعني، ونقلت اسم بعلبك للعالم للحقيقة. لما وقفت المهرجانات أكيد انتهى مع رابط هو يعني بتربطي بذهنك، وهي هاي مسألة يعني الذاكرة بتعملها، بتحكي بعلبك دغري بتقولي لجنة المهرجانات. ما في شك تركوا أثر وإرث فظيع وبياخد العقل. هيدا لما توقفت حرب اللبنانية انعزلت بعلبك عن باقي لبنان إذا بتحبي، مع أنه ما صار في أحداث حربية إذا بالمعنى عسكرية مثل ما صار ببيروت يعني هدمت فيها أو أثرت، بس أكيد السياحة انعدمت. بعد هيدي الأحداث حتى من بعد يعني استبداد السلم إذا منحب أو اتفاق الطائف صار في الأحداث مختلفة، عدم الاهتمام بالسياحة التنموية بالمناطق يلي هلأ عم نشوفها شوي، وهي مبادرات فردية للحقيقة أكثر من شيء تاني. بس كمان الحرب السورية للأسف هي أكثر شيء ارتدت علينا سلبياً بهالمنطقة. سوريا كانت بلد سياحي بتهتم بالسياحة من دخولهم على المطار لا تنظيم الرحلات، عندهم أثار يعني ما مهمة كتير، ومن هون ضمت بالنظر لقصر المسافة ضمت بعلبك على هالسيركوي. هني بلد سياحي كان مهتم يعني بيعطوا من دخولهم على المطار، حتى التلميذ عنده بطاقة غير الرحلات، عندهم فنادق كانت بكل المحلات متطورة، عندهم مطاعم وأسعار يعني مخفضة وبتشجع السياحة. للأسف ما كان عندنا نفس الأفانتاج إذا فينا نحكي المنافع من الدولة اللبنانية باهتمامها بالسياحة الأثرية وخاصة ببعلبك كمعلم سياحي أساسي. بقى كان إذا بدنا نقول أغلبية السواح يجوا من ضمن السيركوي السوري أكثر من ضمن السيركوي اللبناني، خاصة بعد الحرب أكيد صار في اهتمام بمعالم أخرى للسياحة أكثر من السياحة الأثرية والمناطق اللي فيها تقدمها بشكل فظيع. لما بتحكي بعلبك اسم طنان بكل العالم، يعني بيكفي تقولي بعلبك بتشوفي على وجوه الناس اهتمام وهيك شغف يجوا على منطقة مختلفة، منطقة بعدها يعني الوحيد القائم اليوم بهالمنطقة. Thank you.
بضم أوتيل بالميرا اليوم 40 غرفة، وبتتوزع فيه الصالونات يلي بتحتوي على عدد من القطع الأثرية والتحف الفنية والمفروشات القديمة والسجاد والثريات يلي بتتدلى من السقف المدعم بجسور من الخشب. وبتزين الحيطان مجموعات من لوحات ورسوم لأهم الفنانين التشكيليين العرب والأجانب مثل عمر الأنسي ومصطفى فروخ وأمين الباشا وجان كوكتو، يلي ترك مجموعة كبيرة من لوحاته إلى جانب الملصق الإعلاني لمسرحيته يلي قدمها ببعلبك لماشين إنفيرنال عام 1966، وغيرهم كتار نزلوا فيه وتركوا أعمالهم تذكار بها الأوتيل، حولته إلى شبه متحف ومعرض دائم للفنون التشكيلية. بأوائل الستينات تم إنشاء قاعة الطعام وتبين أنها بتعوم على أثار لمسرح روماني وأعمدة مطمورين تحتها على عمق مترين. اكتشفهم خبيري الأثار هاروت كلايان وسمير كوكباني بأواخر الخمسينات، فتم ردمها للحفاظ عليها وأنشئت القاعة فوقها. وبهدف توسيع الفندق وتطويره وتحديثه استملكت شركة بعلبك للإنماء السياحي الدكاكين القائمة بالبناء المجاور لتحويل لملحق بالبناء الأساسي، وأسندت مهمة ترميم للمهندسين عاصم وفاسو سلام المعروفين بحمايتهم للتراث، فتم أشر البطون لإظهار الحجر وسندوا السقف بجسور حديد للمحافظة عليه، والناقص من البلاط جابوه خصيصا من بيوت بيروت القديمة المهدمة، وعمروا درج جميل بيوصل الطبقين ومزنر بالحديد المشغول وحصنوه بنظام ضد الزلازل. وللحفاظ على الطابع التراثي حرص القيمون عليه على فرشه بمفروشات تراثية من تخوت نحاس، وخزانات الخشب المحفور، وصناديق الشمية المصدفة، وزينوا الغرف والقاعات والأروقة بلوحات فنية لكبار الرسامين اللبنانيين مثل منى صحناوي ورفيق شرف وحسن جوني وغيرهم، وبقطع تراثية قديمة من جرار ضخمة وفخريات ونحاسيات وتماثيل وأعمدة وتيجان. وبيتصدر القاعة الرئيسية التمثال النصفي لزنوبيا ملكة تدمر. وانتقلت فيروز من الغرفة رقم 26 يلي كانت تنزل فيها بالمبنى القديم للغرفة الخضراء بالمبنى الجديد بناء على طلبها. خزان من الذكريات مخبية بين حيطان وأوض هالأوتيل،
تركوها كتار من السياسيين والنجوم والفنانين العرب والأجانب يلي أحيوا أجمل السهرات والحفلات والاستعراضات الفنية على دراج العتب علبك، حيث كانوا يمضوا أيام وأسابيع بأرجائه. هني راحوا بس مفاتيحهم بقيوا. فيروز، صباح، الأخوين رحباني، روميو لحود وسلوى الأطريب، فريد الأطرش، أم كلثوم، دوريد لحام، إلا فيتس جيرالد، أراغون، نينا سيمون، جان كوكتو، جان مورو، وغيرهم كتار بيتذكرون المعلم أحمد كساب يلي قضى عمره بهالأوتيل من سنة 1955 حتى اليوم. مهرجانات قديمة بعلبة، ست فيروز ووديع والكل، 120 ينزل 100. أول مهرجان كانوا 70-80 ينزلوا بالأوتيل كلهم، تشتغل البلد، أهل البلد تشتغل من جميعه. أوكي، كذلك عمل قوي، بتيجي مثلاً بلي بلجيكي 60-70 ينزلوا بالأوتيل، كل الفرق العالمية تنزل بالأوتيل، ماشي السياق. أوكي، هلأ ما في، بيجيبوا واحد أو هذا ما بنزلوا، كأنه يعني شيء رمزي متصفي. يعني فيش غير السنة أستاذ إبراهيم معلوف ذكرتني أنه على المهرجانات القديمة، ست فيروز وأستاذ وديع الصافي، فيلم من موهبة، أو في منهم متوفي، نصر شمس الدين، مارسيل خليفي، أنطوان كورباج، زكي نصيف، سمير يزبك، إلي شويري، جوزيف عزار، كلهم هاو شغلة، هاو عواميد، هاو ما عاد التقمت لهم بالقوة وبالصوت وبالهيدا. أوكي، كانوا شغلتهم مهمة كتير، يعني كانوا القدماء. حتى السلوى دي آخر بالألفين وحدة اجى عبطني مثل بدبك، قال لي اجرينا تحكورت يا بالقلعة والهدى، يعني انهم بحبوا بعلبك، بحبوا انه تشتغل بعلبك. هلأ تغيرت، بدهم يعملوا مهرجانات مش من بيروت مباشرة على القلعة، هاي ما مش مهرجانات، بس يصيروا ينزلوا ويسووا هون بعلبك وذاك برفعوا من شأن بعلبك، لانه القلعة لبعلبك وبده يكون في شغل. بس ست صباح كانت الاول، اول طلعتها من تنزل على الدرج ثلاث أربع نطاط وتنطط. آخر مرة إجت أنا يعني بذكر بالفعل شيء محزن، آخر مرة إجت بدها تطلع على الدرج بالفعل تأثرت كثير، شوف الفرق وبعدين الست الله يرحمها كانت شعبية فوق ما تتصور، يعني ما في كثير يعني. الست فيروز كمان أوكي، بس بتحب الهدوء الست فيروز، ماشي. أستاذ وديع ما في أطيب من قلبه، الله يرحمه، كلهم يعني كلهم كيف ما بتسوي، يعني كنا بتعيش معهم عائلة واحدة، عرفت كيف؟ قريبين للعالم، بحبوا العالم، بحبوا، وفنانين كبار يعني كبار فوق ما تتصور، وما عاد يطلع مثلهم هؤلاء الفنانين أبدا. أنا بمفهومي الست أم كلثوم إجت مرتين، اللي دقونا موسيقى 75 واحد، تيجي كانت تنام عند الست وديعة مصابني ونيجي نعشية، ولا أحلى من هيك. أنا أقف والأضيع حد هي بكثر ما الجسم هذا، تقعد تتعشى معه. أوكي، رئيس بلدية تكساس جون ماير زار برم العالم سنتين، ما انبسط غير بالميرا، بعث لي رسالة شكر وبعث لي شك مليون دولار ثانكس جراديويتي. هاي عنده الرمزية، ما بعرف أنا. أوكي، والرسالة نوع من الذهب يعني تقريبا. بغرفة مكتب على يسار المدخل بيحتفظ أصحاب الأوتيل بالسجل الذهبي، وهو عبارة عن كتاب من جزئين، الأول من 1889 ل 1907 والثاني من 1907 لليوم.
سجل فيه كل مين نزل بهالأوتيل من ملوك ورؤساء وأمراء وشعراء وفنانين وشخصيات، كلمات بتعبر عن شعورهم وانطباعاتهم بعد إقامتهم فيه وببعلبك، وصار هالسجل تاريخ بكتاب بكل اللغات. وبعلبك جسر بيربط بين مختلف الثقافات والجنسيات. أولنا الأيسر الألماني ويليام الثاني يلي زار بعلبك عام 1898 ومهد الطريق لبعثة ألمانية عثمانية لإقامة حفريات أثرية ببعلبك. الرئيس شارل دوغول، أراغون، أمير الكويت، الصباح سالم الصباح، وكتفيل جنرال جورو هون ب 13 آب 1920 ضمينا البقاع للبنان. وبالعام 1976 أقامت فيه بعثة الصليب الأحمر الدولي لمدة سنتين، وبعد اغتيال الرئيس روني معوض بيت النواب ليلتهم بأوتيل بالميرا تمهيدا لجلسة انتخاب الرئيس الياس الهراوي باليوم التالي بشتورا بارك أوتيل. صعوبات كتيرة وما بقدر بلش، يعني ما بننتهي بالحلقة من كل هالصعوبات، بس بالرغم من كل شيء يعني نحن في إصرار على أنه ما نسكر هالأبواب، لأنه مثل ما عم كرر أقول بالميرا هي ذاكرة بعلبك، هي بعلبك هو هي الصورة صورة بعلبك والآثار ممزوجة. ست سنين من حرب سوريا كتير كتير ضررت بالسياحة ببعلبك، وأنا بربطها بهالسياحة لأنه الناس بتربط المنطقة ببعضها. هلا شوي صارت احسن، انه بعد بلش يجي السائح الاجنبي وهو اللي بيهتم بها، يعني ما بخفيكي انه نحن ما بنتكلي على السياحه الداخليه، هي السياحه الغربيه اذا بتحبي او من كل انحاء العالم، بيجي روس بيجي يابان بيجي ناس مهتمه بالاثار وبدها تيجي تشوف، بس للاسف صارت سياحه فرديه، يعني شخص شخصين يلي هو ما بيمشي الحال الا كيف انه مرحليه. المهرجانات بالصيفية في اهتمام أكيد وفي زيادة، بس للأسف صار في مهرجانات بكل المناطق اللبنانية، يعني صار عم تنافسي على نفس الجمهور، لما جمهورك ما عاد جمهور عالمي، يعني صار محدود باللبنانية. بقى مثل ما ذكر أحمد لما إجا إبراهيم معلوف ذكرك بي، لما تكون الحفلة حلوة وشخص مميز بيرجع بيتعبوا كل الكراسي. للأسف يعني عم نجرب، مثل ما عم أقول يعني اليوم مثلا تكوني تصيري على لائحة booking.com وكل هدول الوسائل بتحسن، بمعنى بيجوا وبيحجزوا بيصير صار في سهولة بالحجز. نحن فتحنا بوتيك أوتيل جديد يلي هو الأوت لبناني، اليوم صرنا على لائحته وهو عنده سياحة داخلية مهتمة صارت بتزور المناطق اللبنانية وتعيش فيها. يعني فينا نقول إنه هالسنتين كمان العائق بذهن اللبناني حتى بصعود بإنه يجي على بعلبك كمان تخطيناها. الفرق أو المغنيين performers يعني اللي بدنا نسميهم كانوا يجوا عندهم فرق كبيرة، كانوا يقعدوا تيتمرنوا 10 أيام بالقليل 15 يوم كانوا يقعدوا يتمرنوا، هاي تخلي حركة دائمة بالأوتيل وبتغيير الناس بتغيير يقعدوا يومين ثلاثة. للأسف هلأ ما بقى عم بتصير هيك شيء، يعني ما بقى أولا ما كتير بيقعدوا ببعلبك، ما بقى فيها الاستعراضات الكبيرة اللي بتتطلب فرق إنه تقعد وتتمرن ببعلبك، صار حتى بيطلعوا من بيروت مشان الليلة وبيرجعوا بينزلوا، والناس كذلك الأمر، كنت تطلعي على أساس إنه مشوار بتنامي أنت وبتسهري وبتنزلي، بس كمان الناس صارت بتفضل يعني بعدة أسباب. نحن أكيد في الأوتيل بحاجة لترميم أكثر، بحاجة لتحسين بشكل أفضل، بس هيدا بيتطلب استثمار أكيد كبير، واليوم بدك يعني بأي استثمار بيتطلب مشروع ذو جدوى بدك تقدميه لأصحاب الرأسمالية. اليوم شو بتقولي لهم؟ إنه على أي أساس؟ في عدة عوامل أكيد ما أنا بقدر سيطر عليها وما بقدر أقدم ضمانات فيها، وكمان ما بقدر أضمن قديش بدو يجيني ناس يعبوا، ما هي كلها بدها تدخل بالمشروع. بقى كنا نحن عم نجرب إنه كل صيفية إنه إذا واحد بيحدد احتياجاته بتحسني حسب هالاحتياجات، بس بتكوني ضامنة إنك حتغطي تكلفتك. للأسف كل صيفية ما عم نقدر نعمل هالشي. بقى أكيد في نحن ما قادرين نلبي كل متطلبات اللي هن بحاجة إليها، بس كمان بنفس الوقت في استعداد للعمل لتحسين ونتقدم سوا، بس للأسف ما عم نوصل لهيك حال، عم تصير مثل ما بيقولوا بالإنجليزي catch 22، يعني
مين بحسن مين ببلش تعلقي انه حق على مين، بس كل شيء ما عم بيساعد انه تكوني جزء محيط سياحي عم بيقدم لأي زبون بيجي كل شيء هو بحاجة له. يعني ما فيك تكوني أوتيل بتلبي رغبات كل الزبائن، بدك تكوني أنت عندك طابع والزبون بيقدر ينقي بينك بين محل تاني. للأسف منا نحن كل بعلبك منا متطورة سياحياً. أوتيل بالميرا بيجمع تراث البشر والحجر، مشاهير كتار مروا فيه وتركوا شي من ذكرياتهم وقصصهم وحكاياتهم، انجمعوا كلهم بكتاب ذهبي. ومع المجموعات الفريدة من الصور واللوحات الفنية والقطع الأثرية والتحف الثمينة يلي بيحتويها، تحول أوتيل بالميرا من مجرد فندق إلى متحف بتحكي حجاره عن الزمن الجميل.